بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم درسا جديدا من دروس اللغة العربية. يا ترى ما موضوع درس اليوم؟ من خلال كرت الشحن سنتعرف على موضوع درس اليوم. إذا اشترينا كرت الشحن فإننا نقشط في هذا المكان الذي هو باللون السيلفر أو اللون الفضي لنحصل على الرقم. سنحصل هنا على عنوان درس اليوم. يا ترى حين نقشط ما العنوان؟ عائلة، الكلمة الأولى من العنوان عائلة أرنوب. إذن موضوع درسنا اليوم هو عائلة أرنوب. أهداف درس اليوم: يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يحدد الفكرة العامة في القصة بطريقة صحيحة، يتحدث عن الشخصيات الرئيسة في القصة دون خطأ. النشاط الرئيس معنا اليوم هو الشرح والنمذجة. سنقوم بشرح درس اليوم وما فيه من معلومات لنجيب عن الأسئلة بطريقة صحيحة. عنوان الدرس عائلة أرنوب، ونصنا اليوم نص مسموع. نسمع القصة ونسمع الدرس ثم نجيب على الأسئلة. أرنوب في بيت الجد. استيقظ أرنوب الصغير فرحا متحمسا، فاليوم هو الجمعة وستجتمع العائلة جميعها في بيت الجد. قفز أرنوب فرحا وقال لأمه: هل ستحضر عمتي؟ هزت الأرنبة الأم رأسها وقالت: نعم إن شاء الله يا أرنوب. جهز أرنوب نفسه، حمل حقيبة ألعابه ودفاتره وألوانه، ووقف أمام الباب بانتظار أن يجهز والده. انطلقت العائلة الصغيرة، الأم والأب وأرنوب وأخته الصغيرة معا باتجاه بيت الجد. وصلت العائلة بيت الجد، طرق أرنوب الباب وأجاب عن سؤال الجدة: من الطارق؟ أنا أرنوب يا جدتي. فتحت الجدة الباب، ألقى أرنوب السلام وقبل رأس الجد والجدة. في بيت الجد لعب أرنوب مع أولاد عمته، واستمع معهم إلى حكايات الجدة المثيرة، وعاون العم في زراعة الجزر في الحديقة. وفي المساء ودعت كل عائلة الجدة والجدة وعادت إلى بيتها بعد يوم مليء بالنشاط والمتعة والفائدة. قفز أرنوب فرحا وقال: أحب الذهاب إلى بيت جدي، أحب أن ألقى عمتي وأخبرها بما أفعل مع أصدقائي، أحب حكايات جدي والعناية بالمزروعات مع عمتي. متى سيأتي يوم الجمعة مرة أخرى؟ إذن أرنوب قضى يوما جميلا في بيت الجد. في أي يوم ذهب أرنوب إلى بيت الجد؟ ذهب أرنوب مع عائلته إلى بيت الجد يوم الجمعة، يوم العطلة، وأخذ معه الأدوات المدرسية، لأن إذا عنده واجب أو شيء سيقوم بأداء وكتابة الواجب. قبل أرنوب رأس الجد والجدة، ساعد أرنوب العم في زراعة الجزر في الحديقة، لعب أرنوب مع أبناء عمته، واستمع معهم إلى حكايات الجدة. قضى أرنوب يوما جميلا جدا في بيت الجد. بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم ودرس اليوم وعرفنا معلومات كثيرة عن أرنوب وكيف قضى يومه في بيت الجد، الآن التدريب. أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: من الشخصية الرئيسة في القصة؟ القصة هذه كلها تتحدث عن من؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، تتحدث عن أرنوب. السؤال الثاني: ماذا فعل أرنوب مع العم؟ نحن نعلم أن أرنوب فعل أشياء كثيرة جدا، لعب ومرح وقبل رأس الجد والجدة ولعب مع أبناء العمة، لكنه أيضا فعل أشياء جميلة جدا مع العم. مثلا ماذا فعل؟ أنتم رائعون، ساعده في زراعة الجزر في الحديقة. السؤال الثالث: مع من لعب أرنوب؟
أحسنتم وفقكم الله مع أولادي العمة، ونحن أيضا نذهب إلى بيت الجد، نزور أقرباءنا، نصل الرحم، نلعب مع أولاد عمنا وأولاد عمتنا وأولاد خالنا وأولاد خالتنا، ونستمتع بهذا اليوم الجميل يوم الجمعة. أين تجتمع الأسرة كل أسبوع؟ أحسنتم، في بيت الجد. السؤال التالي: متى تذهب الأسرة إلى بيت الجد؟ من شاطر يقول يا أحباب؟ ما شاء الله، يوم الجمعة. السؤال السادس: ما عدد أفراد أسرة أرنوب؟ إذا استمعنا إلى النص سنتذكر ما عدد أفراد أسرة أرنوب؟ 4 أفراد. ممتاز، 4 أفراد: الأب والأم وأرنوب وأخته. هنا نأتي إلى النشاط الأخير وهو الغلق. سنجيب عن بعض الأسئلة من خلال هذه اللعبة. هنا ماريو يقول: ساعدوني أن أعبر النهر بالإجابة عن الأسئلة. إذا أجبنا إجابات صحيحة سيعبر النهر، وأيضا إذا أجبنا إجابات صحيحة سنبني له جسرا لأنه لا يجيد السباحة. السؤال الأول: ما موضوع درس اليوم يا أحباب؟ هل هو حرف الألف؟ هل هو التحليل والتركيب؟ هل هو عائلة أرنوب؟ إذا أجبنا إجابة صحيحة سيتقدم ماريو للأمام، إذا أجبنا إجابة خطأ قد يغرق في النهر. ما شاء الله، أنتم أذكياء جدا، عائلة أرنوب. وبهذا يتقدم ماريو للأمام، لكنه يقول: إذا أجبتم إجابة صحيحة على هذا السؤال سنستطيع أن نبني جسرا، لأني أحتاج إلى جسر لأني لا أستطيع السباحة. السؤال يقول: ماذا فعل أرنوب مع العم؟ قبل رأس العم، ساعد العم في زراعة الجزر، اشترى له فاكهة. أحسنتم يا متميزون، ساعد العم في زراعة الجزر. بهذا نكون قد بنينا جسرا ليعبر ماريو عليه. إذا أجبنا الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الأخير سيستطيع ماريو العبور إلى الجانب الآخر بسلام. متى يزور أرنوب بيت الجد؟ يوم الجمعة، يوم الاثنين، يوم الخميس. من شاطر يقول؟ ما شاء الله، إجابتكم كلها صحيحة، يوم الجمعة. إجابة صحيحة، يزورون الجد والجدة والعم والعمة، يتقابلون معهم يوم الجمعة. ما شاء الله، بهذا يشكركم ماريو ويقول لكم: شكرا لكم يا أصدقائي لأنكم ساعدتموني في عبور النهر بسلام، وأنا أشكركم جميعا من قلبي أحبابي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.